دشنا سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة منظومة الطاقة الشمسية لدى مصنع البحرين لتصنيع وإنتاج أسلاك اللحام، والتي تم تنفيذها من قبل شركة ميدل سولر التابعة لمجموعة استثمارات الزياني. وخلال كلمة له في بداية حفل الافتتاح، استعرض رئيس هيئة الطاقة المستدامة أبرز مشاريع الطاقة الشمسية التي تم تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية، والتي أصبحت ممكنة لما تتمتع به المملكة من إمكانيات جاذبة للاستثمارات، وما توفره من بيئة حاضنة ومشجعة لمشاريع الطاقة المتجددة من قبل كبرى الشركات الوطنية والعالمية، مؤكدا في الوقت ذاته على قدرة تلك المشاريع في بناء اقتصاد متنوع ومستدام لمملكة البحرين، يسهل من تحقيق أهداف التنمية الشاملة التي تتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030. وبين ميرزا أنه من خلال هذا المشروع ستبدأ شركة ميدل سولر بتفعيل دورها في منظومة تحقيق الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة 2017 لزيادة حصة موارد الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة بنسبة 5% بحلول عام 2025، لترتفع إلى 10% بحلول عام 2035. هذا اليوم هو يوم سعيد آخر لقطاع الطاقة المستدامة، حيث قمنا بتدشين مشروع، أول مشروع للطاقة الشمسية على هذا المصنع اللي هو مصنع الأسلاك اللحام المعدنية التي تملكها استثمارات الزياني وشركة ميدال، مجموعة ميدال كابلات. الآن أنشأوا شركة خاصة تسمى شركة ميدل سولر، يعني للطاقة الشمسية، وهذه مبادرة يشكرون عليها، وهي تؤكد أن هناك زيادة الآن في الإقبال على مشاريع الطاقة المتجددة. وهم حسب تقديراتهم اللي خبروني فيها، خلال السنتين القادمتين بيكون عندهم مشروع من 20 إلى 30 ميجاوات من الطاقة الشمسية. هذا المشروع وهذه المشاريع كلها تنسجم مع الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. فمجلس الوزراء الموقر اعتمد في يناير 2017 أهداف وطنية لمملكة البحرين، والأهداف الوطنية للطاقة المتجددة هي يعني تحقيق 5% في المزيج مصادر الطاقة بحلول 2025، ترتفع إلى 10% بحلول 2035، أي أن 710 ميجاوات من الطاقة النظيفة، مجموعة 300 كيلووات توليد بالطاقة الشمسية. بيكون هذه باكورة المشاريع. هذه مشروع عملناه في زمن قياسي 3 أشهر، ووصلناها بالشبكة، والنظام الحمد لله ماشي من أحسن ما يمكن. الشكر للبيئة القانونية اللي موجودة في البحرين، اللي عندنا ما يسمى بالنت ميترينج، أي أن ما نبيع للشبكة نستحصل عليه بصفة استرجاع للمال. فهذه اللي احنا شجعنا، وفعلا احنا قاعدين نطبق سياسة الدولة، والآن احنا بصدد تركيب ما يعادل 10 أضعاف ما قاعدين نركبه الآن.